السلام عليكم، مرحبا بكم اخوان في فيديو جديد. اليوم في هذا الفيديو غنشرح لكم كيفاش ديروا دايركت. غديروا دايركت من كانفا لموقع اخر. رو دايركت كنحتاجو في بانتيريست كما شفتوا في الفيديو الاول شرحنا ميديوم. اليوم جبت لكم كانفا. كانفا من احسن المواقع اللي غتخدم بها حتى هي، وغتخليك انك تنوع المواقع باش ما يجيك سبام الى اخره. المهم الاخوان شرحوا الفيديو، وهاد الشرح هذا ما تقاف تقونت تفرج دير جيم بارطاجي مع الخوت وخلي شي كومونتير زوين. المهم الاخوان، دابا حنا دخلنا لكانفا، درنا اختارينا تومبليت ديال بانتيريست، كتبت بانتيريست بين، فهمتي؟ انت يمكن لك تاخذ التصويره اللي بغيتي، دير زائد هنايا اد باج، دير التصويره اللي بغيتي. المهم انا كنتيستي هنا، جيت هنا كتبت كليك هير، ناخذ شي لينك مثلا، ناخذها جوجل هكذا، غنمشيو هنايا كليك هير، غتورك على ثلاثه النقاط، غتورك على هاد اللعيبه هادي فيها لينك، وغتحط الموقع ديالك هنا. هنا حط الموقع يعني ديالك نتايا، بنادم منين غيكليكي على التصويره في بانتيريست غيمشي للموقع ديالك انت، داك اللينك حطوه صافي. ملي تكليكي عليه وراك على داون بحال هكا صافي، ناضي كنادي. اش غدير دابا؟ غتمشي لشير، غتجي هنا غدير انيوان ويد دي لينك، هنا دير كان فيو، وغدير كوبي اللينك بحال هكا. احنا الاخوان دابا الا دخلنا لهاد اللينك هذا غنلقاو غيدينا لجوجل. المهم هو ملي غتلوح انت التصويره في بانتيريست وغدير فيها اللينك ديال كانفا، غطلع ليه هو ديك الزائر، طلع ليه بحال هكا، غيجي هنا غيكليكي كليكي هير، غيمشي لجوجل، فهمتي؟ انت غيمشي للسيت ديالك. واش واحد ما يفهمنيش يمشي يحط جوجل تما ولا شي لعيبه؟ انا راه كنشرح ليكم شو القضيه خدامه الاخوان. اشحال من واحد كيخدم بكانفا راه خدم بها راه مزيان، لينك جديد. المهم الاخوان هنا ما تنساش دير كان فيو، ما ديرش هادشي الاخر. نشوفكم في الفيديو الجاي، السلام عليكم.